لا لا يا ابو خالد. نعم نعم، ها يعني مثل هذه حتى المعايدات الان، من اجمل يعني المعايدات اللي جالسه تصير الان هذه المعايدات. يا سلام، وقف، انا ارسل له التبرع والاخوان يرسلون له، يا سلام، انه تبرع فياخذه ويعايد فيه، يرسل لها معايده ويرسلها معه رساله انه شارك لها بكفاله يتيم في الوقف. يا سلام، تراها اعظم وابرك من النسخ واللصق اللي جالس يصير الان في الاعياد. خذ نسخ والصق وارسل، ولا لها معنى وللكل ولا يدري لمن. نعم والله انا اقولها نصيحه يعني لكل من يسمعنا، انتبهوا من موضوع النسخ واللصق. اذا عيت عيد من قلبك، يا سلام، ارسلها من قلبك، يا سلام. اما يعني حتى لو انك بتحدد للكل، بس اعرف حددت من وارسلت لمن وانت قاصد من، ومضمون الرساله. بعض ومضمون الرساله بعض تصير جايتك من واحد باسمه، اي وعلى اسم واحد، وهذه صارت. نعم، ولا تجي بعض الاحيان فيها معلومه مغلوطه او حديث ضعيف او كذا. الواحد صحيح. صراحه في هذه لازم ينتبه، يتحرى لها. النسخ واللصق دائما ما ياتي بخير، لكن لا، حاول انك من اجمل الرسائل تجي من القلب انك تنسخها يعني من قلبك وتكتبها بحروف يعني صادقه وترسلها. افضل حتى من التصاميم والعبارات واللي فيها الزخرفه الزايده، كلمتين بسيطه وجميله وترسلها من قلب وتفقد. افتح جوالك وتفقد الناس اللي من زمان ما كلمتهم، يا سلام، من زمان ما عايدتهم، كبار السن، اصدقاء الوالد ولو كانوا متوفين، اصدقاء الوالده، ترى لها اثر، والله لها اثر. ربما بعض الناس ما يحسب حسابها بشكل جيد، لكن لو جيت لو وجدت لها اثر كبير في نفسك، سعاده وراحه وسكينه ودوء. ما شاء الله، والله كان فيه اقتراح اللي هو في